هذه هي المزرعة النموذجية الشهيد بن ساحة بمنطقة العبدية بولاية عين الدفلة. منذ سنة 2018 سنة دخولها في عملية شراكة، تحولت إلى مزرعة لافالي بن ساحة واسترجعت استثماراتها بعدما نال منها الركود سنوات طويلة. هذه الصور تبرز الحالة المزرية للمزرعة قبل عملية شراكة. إهمال وتدهور كبيرين وانعدام كلي للاستثمار. بدأت عملية الاستثمار ببعث ورشة كبيرة شملت في البداية تحضير الأرضية للغراسة. بعدها شرع في عملية التسطيح وشق خطوط الغراسة. العملية تمت وفق دراسة علمية دقيقة تستدعيها الغراسة المكثفة للأشجار المثمرة. وفي ظرف سنة فقط باشر الشريك عملية الغراسة بعدما عمل على توفير وبشكل ذاتي على كل الشجيرات المخصصة للغراسة. عملية الغراسة تجري بالموازاة وعملية التجهيز بقنوات الري وفق نمط التقطير. المزرعة تعززت أيضا بمحطة عصرية للري والتسميد تفي حاجيات سقي جزء هام من المساحات المغروسة بالمزرعة. المساحة المغروسة اليوم تقارب 450 هكتار وفق الغراسة المكثفة من الحوامض.